اعزائنا متابعي المربع نت لاخبار السيارات اليوم نقدم لكم ذكر شهود عيان ان سياره من نوع هيونداي سوناتا انشطرت الى نصفين بعد ارتطامها بعمود كهرباء في الجزيره الوسطيه لطريق الخرج الرياض القديم فيما اصيب سائقها الشاب باصابات طفيفه وحسب ما نقلته صحف محلية عن شهود العيان فان الشاب كان يقود سيارته بسرعه عاليه فانحرفت عن مسارها لترتطم بعمود الكهرباء حتى انشطرت لنصفين من شده الارتطام مبينين ان الشاب نقل الى احد المستشفيات القريبه لوضعه تحت الملاحظه لمده 24 ساعه اخيرا لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في قناه المربع نت ليصلك كل يوم اخر اخبار السيارات